بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين. أما بعد، إن المطالع في سيرة وقصص أنبياء الله تعالى ورسله الكرام من لدن أول البشر والأنبياء سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم وأفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يجد أن فيها المواعظ والعبر وتعليم الناس على الصبر، وحثهم على أداء ما افترض الله والثبات على الحق. قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقد جعل الله تعالى أفضل الخلائق الأنبياء والرسل عليهم السلام، وخصهم بصفات وشمائل لم يعطها لغيرهم من خلقه. لذا قد قمنا بحمد الله تعالى بجمع قصص الأنبياء الذين وردت أسماؤهم في القرآن الكريم سوى سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باختصار ومن غير إطالة. ويسعدنا يا أحبابنا أن نزف إليكم سلسلة قصص الأنبياء، وقد دفعنا إلى جمعها وإعدادها أسباب عديدة، منها رغبتنا في أن يكون بين يدي الراغب سيرة وقصص أنبياء الله تعالى ورسله الكرام، ليستفيد منها ويستخلص ما ينير له دربه وحياته، لا سيما أننا في عصر كثرت فيه الفتن وادلهمت الخطوب. ومنها أيضا رغبتنا في تنقية هذه القصص من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها وتداولها، وفي بعضها ما يعارض المعتقد الإسلامي بالنسبة لما يجب للأنبياء والرسل من صفات، وما يستحيل في حقهم من رذائل وسفاهات. والله الموفق وهو المستعان. ونبدأ مستفتحين هذه السلسلة المباركة بالكلام عن سيدنا آدم عليه السلام أول الأنبياء والرسل. قال الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. سيدنا آدم عليه السلام هو أبو البشر وأول إنسان خلقه الله تعالى، فهو أول النوع البشري الذي فضله الله على سائر أنواع المخلوقات، فهو أفضل من النوع الملكي وأفضل من النوع الجني. وكان خلقه عليه السلام في الجنة آخر ساعة من يوم الجمعة من الأيام الست التي خلق الله فيها السماوات والأرض، كما جاء في حديث مسلم. وروى مسلم وغيره أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم. أما كيف خلق آدم عليه الصلاة والسلام؟ فالجواب: شاء الله تبارك وتعالى بمشيئته الأزلية التي لا تتبدل ولا تتغير وجود آدم عليه السلام، فأبرزه بقدرته من العدم إلى الوجود. فقد أمر الله تعالى ملكا من ملائكته الكرام أن يأخذ من جميع أنواع تراب الأرض التي نعيش عليها ليخلق منها آدم عليه السلام، فأخذ هذا الملك من جميع أنواع تراب الأرض من أبيضها وأسودها وما بين ذلك، ومن سهلها وحزنها أي قاسيها وما بين ذلك، ومن طيبها ورديئها ومما هو بين ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض قبضة من الأرض من أبيضها وأسودها وما بين ذلك، ومن طيبها ورديئها وما بين ذلك، فجاء ذرية آدم على قدر ذلك. رواه ابن حبان وغيره
وعند أحمد فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن وبين ذلك، والخبيث والطيب وبين ذلك، أي جاءت أحوال وجاءت ألوان ذرية آدم عليه السلام مختلفة بسبب هذا التراب المختلف الذي خلق منه آدم عليه الصلاة والسلام. وقيل سمي آدم بهذا الاسم لأنه من أديم الأرض، أي من وجه الأرض. وفي ختام هذه الحلقة يا أحبابنا، نذكر لكم مشاهدين الكرام معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته. يجوز أن يكون معنى هذا الحديث إن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة آدم الأصلية التي خلقه الله تعالى عليها، طوله 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع، فيكون الضمير في صورته عائدا إلى آدم عليه السلام. ويجوز أن يكون الضمير في صورته عائدا إلى الله، فيكون التقدير على الصورة التي خلقها الله وجعلها مشرفة مكرمة. وتسمى هذه الإضافة إضافة الملك والتشريف، لا إضافة الجزئية، كإضافة الكعبة إلى نفسه، كقول الله تعالى لإبراهيم وإسماعيل: أن طهرا بيتي. لأن الله سبحانه لا يوصف بالجسمية والجزئية، فليس هو جسما كبيرا ولا جسما صغيرا، ولا أصلا لشيء، ولا هو فرعا عن شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولا يتحيز ربنا في جهة ومكان. سبحانه وتعالى هو الموجود بلا مكان، الذي أين الأين، أي الذي خلق الأين، خلق المكان، فلا أين له، أي لا مكان له، والذي كيف الكيف فلا كيف له، لا طول ولا عرض ولا عمق له سبحانه. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. وبهذا نصل أحبابنا الكرام إلى نهاية حلقتنا من سلسلة قصص الأنبياء. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل مقبولا في السماء، نفاعا في الأرض، ونسأل الله تعالى لنا ولكم السلامة في الدنيا والآخرة. ملتقانا في حلقة قادمة من سلسلة قصص الأنبياء، فإلى اللقاء. الحمد لله ذي العز المجيد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ذي النهج الرشيد، وعلى آله وصحبه إلى يوم الحساب الأكيد. أما بعد، نكمل اليوم الكلام عن نبي الله آدم عليه السلام، وعن الخلقة التي خلق عليها. خلق الله سيدنا آدم عليه السلام جميل الشكل والصورة وحسن الصوت، لأن جميع الأنبياء الذين بعثهم الله لهداية الناس كانوا على صورة جميلة وشكل حسن، وكذلك كانوا جميلي الصوت. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. ولقد كان طول سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام 60 ذراعا، وكان وافر الشعر، شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطول بالنخلة السحوق. فلما خلقه الله تعالى قال: اذهب فسلم على أولئك، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال آدم عليه السلام: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. وكل من يدخل الجنة يكون على صورة آدم يا أحبابنا في الطول. فقد ورد في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة
يدخلون الجنة على خلق آدم 60 ذراعا في عرض 7 أذرع. وروى الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لما صور آدم تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك. وعند أبي يعلى فكان إبليس يمر به فيقول لقد خلقت لأمر عظيم. ففي هذا الحديث الصحيح دليل على أن إبليس كان في الجنة لما خلق آدم، وذلك قبل أن يكفر، لأنه كان مسلما يتعبد مع الملائكة ولم يكن منهم من حيث الجنس والأصل، لأن الملائكة يا أحبابنا أصلهم النور، وإبليس أصله من مارج من نار أي لهب النار. وفيه أيضا أن إبليس كان يدور حول هيكل آدم، وذلك قبل أن ينفخ فيه الروح، فرآه أجوف أي شيئا غير مصمت بل له جوف، فعرف أنه خلق لا يتمالك أي ليس كالملائكة ولا كالجمادات، بل هو أضعف من ذلك. ومن الكذب الظاهر ما شاع من نظرية ابتدعها بعض الكفار، وهي أن أصل البشر قرد أو يشبه القردة، وهذا فيه تكذيب لقول الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فسيدنا آدم عليه الصلاة والسلام هو إنسان خلقه الله تبارك وتعالى، لم يكن أصله قردا ثم ترقى حتى صار إنسانا، لا. فنظرية داروين التي تقول إن الإنسان أصله قرد ثم ترقى بسبب العوامل المجهولة حتى صار هذا الإنسان هي نظرية باطلة لا تقوم على أساس علمي، وتردها دلائل النقل، وإن تلقفها المفتونون بكل جديد ولو كان سخيفا باطلا. وما جاء في القرآن الكريم من مسخ بعض اليهود قردة وخنازير فهو يا أحبابنا حالة نادرة جعلها الله تبارك وتعالى عذابا لليهود الذين اعتدوا في السبت وعصوا الله تبارك وتعالى، وموعظة وعبرة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، على أن أولئك الذين مسخهم الله تبارك وتعالى قردة لم يعيشوا طويلا بل عاشوا 3 أيام ثم ماتوا، ولم يتركوا نسلا من جنس ما مسخ إليه. وفي نهاية حلقتنا يا أحبابنا يطيب لنا الكلام عن إخراج أرواح ذرية آدم من ظهره وأخذ الميثاق. روى النسائي وأحمد وابن جرير والحاكم في المستدرك بالإسناد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد عن شعبة عن أبي عمران عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم، فيقول قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. فهذه الأحاديث كلها دالة على استخراجه سبحانه وتعالى ذرية آدم من ظهره كالذر، ثم استنطقهم وأخذ عليهم العهد
وأشهد عليهم أنفسهم. وهكذا يا أحبابنا الكرام نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، ملتقانا في حلقة أخرى من سلسلة قصص الأنبياء، تابعونا وإلى اللقاء. الحمد لله مقسم الأرزاق، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رفيع الأخلاق، وعلى آله وأصحابه إلى اليوم الذي يفر فيه الظالم من الأهل والأصدقاء. إخوة الإيمان، نبدأ كلامنا في هذه الحلقة عن خلق حواء عليها السلام. خلق الله سبحانه وتعالى سيدتنا حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصر، كما جاء في الحديث الذي رواه الشيخان، ولأم مكانه لحما. قيل لذلك سميت حواء بهذا الاسم لأنها خلقت من شيء حي. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. الحديث. ولم يخلق الله تبارك وتعالى حواء طفلة صغيرة ثم طورها إلى الكبر، بل خلقها على هيئتها التي عاشت عليها، كبيرة طويلة مناسبة لطول آدم عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقد زوج الله تعالى آدم حواء وجعلها له حلالا في الجنة، ثم كانا كذلك في الأرض، وأمر الله تبارك وتعالى الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام، فامتثل الملائكة لأمر الله وسجدوا كلهم، لأن الملائكة كما وصفهم الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما إبليس فقد استكبر واعترض على الله ولم يمتثل لأمره سبحانه، وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكفر وظهر منه ما قد سبق في علم الله تعالى ومشيئته من كفره واعتراضه باختياره. وقد ورد في الأثر يا أحبابنا أنه قبل كفره كان يسمى عزازيل. وروى مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. ثم بعد أن عرف إبليس اللعين أنه ملعون، طلب من الله أن ينظره، أن يؤخره إلى يوم البعث، أي يوم الخروج من القبور، ولكن الله تعالى لم يجبه إلى ذلك، بل أخره إلى النفخة الأولى ليذوق الموت الذي حكم الله به على خلقه. يقول الله تعالى مخبرا عن قول إبليس: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، أي إلى زمن نفخة الإهلاك، وهي نفخة إسرافيل في البوق، فيموت كل حي من الإنس والجن من هول ذلك الصوت. ثم إن إبليس اللعين لما اعترض وكفر أمره الله تعالى بالخروج من الجنة، لكنه لم يخرج منها فورا، بل أقام فيها مدة ليوسوس لآدم وحواء بعصيان الله تعالى،
ليكون سببا في إخراجهما من الجنة. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: قال اخرج منها مذموما مدحورا. وقال تعالى: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وقد كان إبليس قبل ذلك الوقت مسلما مؤمنا من الجن يعبد الله تعالى مع الملائكة، وذلك قبل أن يكفر ويعترض على الله. وليس صحيحا يا أحبابنا أنه كان طاووس الملائكة ولا رئيسا لهم كما يزعم بعض الجهال. قال الحسن البصري: لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين قط. وقال شهر بن حوشب: كان من الجن. ويدل على ذلك قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فلو كان من الملائكة لم يعصي ربه، لأن الله تعالى وصفهم في القرآن الكريم بقوله: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومما يدل أيضا على أن إبليس ليس من الملائكة بل هو من الجن قوله تعالى: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ففي هذه الآية يا أحبابنا دليل على أن إبليس مخلوق من نار بخلاف الملائكة، فإنهم خلقوا من نور كما جاء في صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. والله تعالى أعلم وأحكم. نتابع في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، فإلى اللقاء. الحمد لله الواحد العلام، والصلاة والسلام على محمد طه الإمام، وعلى آله وأصحابه على الدوام. نتابع معكم الحديث عن أول البشر سيدنا آدم عليه السلام. يقول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذه الآية يا أحبابنا تخبر أن الله تعالى قضى على آدم وبنيه باستخلاف الأرض لعمارتها والانتفاع بما أودعه فيها من نبات وحيوان ومعادن، ويتولى بعضهم على بعض بالحكم وغير ذلك. وقد أخبر الله تعالى الملائكة وأعلمهم أنه سيجعل بني آدم خليفة في الأرض يسعون فيها ويمشون في مناكبها، وينتشر نسلهم في أرجائها، ويأكلون من نباتها، ويستخرجون الخيرات من باطنها، ويخلف بعضهم بعضا فيها. فسألت الملائكة ربها للاستكشاف عن الحكمة في جعله خليفة في الأرض لا للاعتراض على الله تعالى، وقالت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نحن نعبدك يا الله دائما ولا يعصيك منا أحد. فبين الله تعالى للملائكة الحكمة من جعل بني آدم خليفة في الأرض، وهو أن البشر وإن كان فيهم من يسفك الدماء ويفسد في الأرض، لكن منهم الأنبياء والأولياء. ونصب لهم دليلا على فضل آدم أن علمه أسماء كل شيء فتفوق على الملائكة بذلك. وقال الله لآدم:
أنبئهم بأسمائهم. فصار آدم يقول لهم: هذا اسمه كذا، هذا اسمه كذا، هذا اسمه كذا. فعرفوا أن هذا الجنس أفضل منهم. وهنا سؤال: كيف عرف الملائكة أن بني آدم يفسدون في الأرض؟ والجواب هو: عرف الملائكة ذلك من أنه كان مضى قبل ذلك جن يعيشون في الأرض، فأحرقتهم الملائكة على ما ورد في بعض الآثار. وليس السبب ما قال بعض الناس من الجهال أنه سبق قبل آدم أوادم كثير، حتى قال بعضهم: كان 100,000 آدم قبل آدم. وهذا قول هراء ليس له أساس في دين الله من الصحة. أما سجود الملائكة لآدم فكان سجود تحية وإكرام لا عبادة لآدم، وكان سجود المخلوق للمخلوق جائزا في شرائع الأنبياء، ثم حرمه الله تعالى في شرع سيدنا وقائدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أمر الله سيدنا آدم وزوجته حواء التي جعلها حلالا له أن يسكنا الجنة، وهي جنة الخلد التي سيدخلها المؤمنون يوم القيامة. وقد أباح الله لآدم وحواء سكن الجنة والأكل من ثمارها والشرب من مياهها والتنعم بنعيمها من غير مشقة ولا تعب يلحقهما في الحصول على ما يريدان من طعام وشراب، إلا شجرة واحدة حرمها الله تعالى عليهما ونهاهما عن الأكل منها وحذرهما من عداوة إبليس وإغوائه لهما. ولم يرد في القرآن الكريم ولا في الحديث الثابت الصحيح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي هذه الشجرة، لذلك اختلف العلماء في تعيينها، فقيل هي الحنطة، وقيل هي التفاح، وقيل هي النخلة، وقيل التين، وقيل غير ذلك، فقد تكون واحدة من هذه وقد تكون من غيرها. وقال بعضهم: هذا الخلاف لا طائل تحته، لأنه لا يتعلق بتعيينها حكم شرعي ولا فائدة تاريخية، وإلا لعينها لنا القرآن. وسكن آدم وزوجه حواء الجنة وصارا يتنعمان بما فيها من نعيم وما فيها من كل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فكان ينتقل بين أشجارها ويقطف من ثمارها ويتنعم بفاكهتها ويشرب من عذب أنهارها ومياهها. يقول الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال تعالى: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ومعنى رغدا أي هنيئا. والسبب في خروج آدم من الجنة أن آدم خالف النهي الذي نهاه الله، لأنه أعلمه بالمنع من أكل شجرة واحدة من أشجار الجنة وأباح له ما سواها، فوسوس الشيطان له ولحواء أن يأكلا منها فأكلا منها فأخرجهما الله تعالى من الجنة. وكان ذلك قبل أن تنزل عليه النبوة والرسالة، لأنه إنما نبئ بعد أن خرج من الجنة فتابا من تلك المعصية الصغيرة التي لم تكن كبيرة والتي لم يكن فيها خسة ولا دناءة. فإذن هذه المعصية لا تعد معصية كبيرة. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ثم بعد خروجهما من الجنة تناسلا، فعلم آدم أولاده أمور الإسلام،
فكل ذريته كانوا على الإسلام. ثم نبئ بعد آدم ابنه شيث، ثم بعد وفاة شيث نبئ إدريس. ثم كفر بعض البشر بعبادة الأصنام، فبعث الله الأنبياء بالتبشير لمن أطاعهم بالجنة، والإنذار بالنار لمن خالفهم بعبادة غير الله وتكذيبهم. ثم بعد أن نزلا إلى الأرض علمه الله تعالى أسباب المعيشة، فأنزل له القمح وعلمه كيف يبذر وكيف يحصد وكيف يعمل للأكل، وعلمه النقدين الذهب والفضة، فعمل الدراهم والدنانير. فآدم عليه السلام له فضل كبير يا أحبابنا على البشر، لما له عليهم من حق الأبوة وتعليم أصول المعيشة، فلا يجوز تنقيصه. فمن نقصه أو أنكر رسالته فهو كافر والعياذ بالله تعالى. فلو كان الأمر كما ظن بعض الناس أن آدم لم يكن رسولا، لساوى البشر البهائم، ولكانت ذريته كذرية البهائم. وهنا فائدة مهمة، قال الله تبارك وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وروي عن مجاهد قال: الكلمات: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وروى البيهقي بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا ربي أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي. فقال الله: كيف عرفت محمدا ولم أخلقه بعد؟ فقال: يا ربي لأنك لما خلقتني بيدك، أي بعنايتك، ونفخت في من روحك، أي الروح المشرف عندك، رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. وليعلم يا أحبابنا أن هذا الحديث مما رواه الحاكم في مستدركه وصححه. ولا يقال طرد الله تعالى آدم من الجنة، لأن هذا اللفظ فيه تحقير لسيدنا آدم، بل يقال: أهبط آدم، كما يفيد نص القرآن. وهكذا نصل وبحمد الله إلى نهاية حلقتنا، على أمل أن نكمل في حلقة قادمة إن شاء الله، فإلى اللقاء. الحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على محمد سيد الرجال، وعلى خير أصحاب وأفضل آل. نتابع معكم أيها الأعزاء الحديث عن سيدنا آدم عليه السلام، مبتدئين بذكر مدة إقامة آدم عليه السلام في الجنة، واليوم الذي خرج فيه منها. ليعلم أنه اختلف العلماء في مقدار مقام آدم عليه السلام في الجنة، فروى الحاكم في مستدركه أن آدم لم يمكث في الجنة إلا ما بين العصر إلى الغروب، والأقوى أنه مكث 130 سنة، ولا ينافي هذا بالنسبة لتلك الأيام الستة أن يكون أدرك فيها 130 عاما، ثم أكمل 1000 في الأرض، كما يفهم ذلك من بعض الآثار. وقد ورد أن اليوم الذي أخرج فيه آدم عليه السلام من الجنة وهبط فيه إلى الأرض كان يوم الجمعة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة،
فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، رواه مسلم. وأمر الله تعالى سيدنا آدم وحواء بالهبوط من الجنة إلى الأرض، وأمر إبليس بالهبوط إليها أيضا، وأخبرهما أن العداوة بينهما وبين إبليس اللعين ستظل قائمة، وبالتالي ستكون بين إبليس وبني آدم. قال الله تعالى: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فيروى أن آدم عليه السلام نزل في أرض الهند، في أرض تسمى سرنديب على أشهر الأقوال، ونزلت حواء عليها السلام في أرض أخرى قيل إنها جدة، فجاء سيدنا آدم في طلبها حتى أتى جمعا فازدلفت إليه حواء، أي اقتربت، فلذلك سميت المزدلفة، وهي بين مكة وعرفة. وأما إبليس اللعين فقيل إنه نزل بالأبلة بأرض في العراق، وقيل إن أطيب بقعة في الأرض ريحا الأرض التي أهبط بها آدم، فعلق بشجرها من ريح الجنة. ثم أمر الله تعالى آدم عليه السلام أن يبني البيت الحرام، فقدم مكة وبنى البيت من 5 أجبل، من طور سيناء وطور زيتا ولبنان والجودي، وبنى قواعده من حراء. فلما فرغ من بنائه أرسل الله له ملكا علمه المناسك، ثم بقي البيت كذلك حتى أغرق الله قوم نوح عليه السلام، فرفع البيت وبقي أساسه، فجاء سيدنا إبراهيم عليه السلام فبناه من جديد. ويحسن الآن أن نذكر لكم قصة هابيل وقابيل التي ذكرت في سورة المائدة. وخلاصة هذه القصة أن حواء عليها السلام ولدت 40 بطنا، وكانت تلد في كل بطن ذكرا وأنثى، وكان سيدنا آدم عليه السلام يزوج ذكر كل بطن بأنثى من بطن آخر. ويقال إن هابيل أراد أن يتزوج بأخت قابيل التي كانت أجمل من أخت هابيل، لكن قابيل أراد أن يستأثر بها، فأمره آدم عليه السلام أن يزوجه إياها فأبى، فأمرهما أن يقربا قربانا وهو ما يتقرب به إلى الله تعالى. وذهب آدم إلى مكة ليحج، وقرب كل واحد منهما قربانه بعد ذهاب أبيهم آدم عليه السلام. فقرب هابيل جذعة سمينة وكان صاحب غنم، وأما قابيل فقرب حزمة من زرع رديء وكان صاحب زرع، فنزلت نار فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل، فغضب قابيل غضبا شديدا وقال لأخيه هابيل: لأقتلنك حتى لا تنكح أختي. وذات ليلة أبطأ هابيل في المرعى، فبعث سيدنا آدم عليه السلام وكان قد رجع من الحج أخاه قابيل لينظر ما أبطأ به، فلما ذهب إذ هو به فقال له: تقبل منك ولم يتقبل مني؟ فقال له هابيل: إنما يتقبل الله من المتقين. فغضب عندئذ قابيل، ثم أتاه وهو نائم فرفع صخرة فشدخ بها رأسه، وقيل خنقه خنقا شديدا. وأما قول هابيل لقابيل: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، فمعناه أريد ترك مقاتلتك وإن كنت أشد منك وأقوى، فتتحمل إثم قتلي مع ما لك من الآثام المتقدمة قبل ذلك. وقيل: لما قتل قابيل هابيل ندم على ذلك فضمه إليه حتى تغيرت رائحته، وعكفت عليه الطير والسباع تنتظر حتى يرمي به فتأكله، وكره أن يأتي به آدم فيحزنه،
ولم يزل يحمله حتى جاء غرابان فاقتتلا أمام قابيل فقتل أحدهما الآخر، فعمد إلى الأرض يحفر له بمنقاره فيها، ثم ألقاه ودفنه وجعل يحثي عليه التراب حتى واراه، فقال عندها قابيل: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ ثم أخذ يفعل به ما فعل ذاك الغراب، فواراه ودفنه تحت التراب. وليعلم أن ابن آدم قابيل الذي قتل أخاه هابيل كان مسلما مؤمنا ولم يكن كافرا، وإنما ارتكب معصية كبيرة بقتله أخاه هابيل ظلما وعدوانا والعياذ بالله تعالى. وروى أحمد في مسنده عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل أي ظلما. فعلم من ذلك أن قابيل ما تاب من قتله لأخيه هابيل. وعاش سيدنا آدم عليه السلام 1000 سنة، قيل قضى منها 130 سنة في الجنة، وبقية 1000 عاشها على هذه الأرض التي نزل عليها. ولما مات بقيت ذريته على دين الإسلام يعبدون الله تعالى وحده ولم يشركوا به شيئا، فعاش البشر 1000 سنة أخرى على دين الإسلام، ولم يكن فيهم كفر ولا شرك، وإنما حصل الكفر والشرك بعد نبي الله إدريس عليه الصلاة والسلام. فكان سيدنا نوح عليه السلام أول نبي بعث إلى الكفار. وقد ورد في الأثر أن آدم عليه السلام دفن في مكة أو في منى قرب مسجد الخيف، حيث دفن 70 نبيا وقبورهم مخفاة ولا يوجد علامات تدل عليها. وقيل دفن عند الجبل الذي أهبط عنده في الهند، وقيل بجبل أبي قبيس، والله تعالى أعلم. ويروى أن زوجه حواء عليها السلام عاشت بعد سيدنا آدم عليه السلام 1 سنة ثم ماتت، ويقال إنها دفنت في جدة، والله تعالى أعلم وأحكم. وبهذا نكون انتهينا من حديثنا المختصر عن نبي الله آدم عليه السلام، وسيكون حديثنا في الحلقة المقبلة بإذن الله عن نبي الله شيث، فتابعونا وإلى اللقاء.